Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نكملوا السلسلة ديال الفروض المراقبة المستمرة بالنسبة للدورة الثانية الفرض الأول المرحلة الثالثة الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. وبالضبط اليوم غادي نديروا لاكتيفيتي دو ليكسيك. لاكتيفيتي دو ليكسيك ليكزومبل 1. دونك دائما كنرحب بكل مشترك جديد وكنرحب بكل المتتبعين الجدد والمتتبعات الجديدات في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري اللي كترحب بكم دائما. أدعوكم مرة أخرى للتفاعل مع القناة لكي تصل لأكبر عدد من التلاميذ والتلميذات ولكي تعم الاستفادة إن شاء الله. إذا مرحبا بكم وهذا الفيديو درته من أجلكم. دونك بونجور، اليوم غادي نديرو كما قلت لكم غادي نديرو واحد الفرض المحروس ديال الدورة الثانية الفرض الأول اللي كيخص لاكتيفيتي دو ليكسيك ليكزومبل ان، يعني هذا هو النموذج الأول. باقي النماذج عديدة إن شاء الله غادي نديروها معكم، غير تفاعلوا مع القناة سي تخي بيان. دونك هاد النموذج فيه ثلاثة ديال ليزيكزارسيس، هما هادو ثلاثة ديال ليزيكزارسيس. دونك سون تخي فاسيل، فيهم الدروس اللي قريتوهم في الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة، الوحدة الثالثة والبداية ديال الوحدة الرابعة في الكتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français، وكذلك كتاب المتعلم والمتعلمة mes apprentissages en français. صافي، يعني هاد ليزيكزارسيس اللي كاينين في هاد الفرض كيهمو المراجع بجوج pour communiquer mes apprentissages. صافي، دونك على بركة الله on va commencer la correction، غادي نبداو التصحيح ديال هاد الفرض. دونك la première question regroupe les mots suivants par champ lexical. دونك عندنا لي مو ici on va les regrouper selon le champ lexical. حنا le champ lexical عرفناه في الليكسيك وقلنا بان الشون ليكسيكال هو اللي كيجمع لنا بزاف ديال الكلمات سو زان تيم، يعني داخل في واحد لو تيم. مثلا كنقولوا التفاح بنان والفريز وهذا هما داخلين فين في الفواكه. داكور، دونك الفواكه هو الشون ليكسيكال ديال هاد الكلمات كلهم. صافي، دونك حنا عندنا 3 champs lexicales ici, champ lexical du voyage, champ lexical du monument et champ lexical des fêtes. Donc ici on a valise, ici le musée Mohamed VI, Ashura, gare routière, décollé, train, touriste, l'hôtesse de l'air, premier Muharram, steward, taxi, Eid al-Adha, la tour Hassan. Donc on va commencer par voyage. Ça fait donc valise, d'accord, voyage. Voilà, valise, pardon. Valise, on va dire d'abord les gars. Nous chauffons le musée Mohamed VI. Le musée Mohamed VI, d'après le monument. يعني هو واحد المأثرة تاريخية كاينة في المغرب. مازي محمد كوم سا أشوغا سيت اون فيت. أشوغا غار روتيير هي المحطة الطرقية. المحطة الطرقية فواياج غار روتيير. ديكولي يعني صعدت الطائرة أو لا حلقت الطائرة. ديكولي لو تران حتى هو. توريست حتى هي عندها علاقة بالفواياج. عندنا لوتاس دو لير فواياج. لوتاس دو لير. وعندنا بخومييي محرم هو اللي هو عيد حرام محرم. لو ستيوار هو واحد العامل كيخدم في الطيارة. ستيوار العامل. ستيوار طاكسي اوسي. ايسي عيد الأضحى. ايسي عيد الأضحى. Et dernièrement, on a la tour Hassan. Donc, on va découvrir l'exercice de l'écrase, le champ lexical. Le champ lexical. Lexical. Comme ça. Le champ lexical. Ça fait.
دونك لو شون ليكسيكال كيجمع لي بزاف ديال الكلمات سو واحد لو تيم معين داكوغ. مثلا هنايا فواياج عندنا هي الكلمات اللي كيدلو على فواياج، هنا مونيمو عندنا هي الكلمات اللي كيدلو على مونيمو، وهنا فات عندنا هي الكلمات اللي كيدلو على الاحتفالات ولا الاعياد. سي تري بيان. دونك ريغاردي غادي نشوفو ليكزارسيس دو ماتونان. ليكزارسيس دو يونا دون لو سينونيم دي مو سويفون. دونك غادي نعطيو شنو غادي نعطيو، غادي نعطيو المرادف يعني لو سينونيم ديال هاد الكلمات هادو. عندنا ايمابل، عندنا لي بومبو، عندنا كاماراد. عندنا كاماراد. دونك شنو غادي نديرو هنايا، غادي نعطيو المرادف ماشي الضد. هاد سينونيم كتعني المرادف، مرادف يعني لا ديفينيسيون صافي، يعني التعريف ديالو او لا المرادف ديالو صافي. هنا غنقولو اون ايمابل اوتيس دو لير يعني واحد مضيفة الطيران اللي هي محبوبة. ممكن نقولو اون جونتي اوتيس دو لير، اون جونتي اوتيس دو لير. دونك هنايا جونتي gentil d'accord hey donc tu vois par exemple une aimable hôtesse de l'air y est mon défauteur de l'air donc tu vois une gentille hôtesse de l'air et bien bien ça fait que la bonne affaire adore ça fait gentil bien aimable صافي. دونك جونتي هي ظريفه، ايمابل هي محبوبه، دونك بحال بحال نفس المعنى. دونك سو سون دي سينونيم داكور، سو سون دي سينونيم سي بيان. دونك لي بومبو هما لي فريانديز داكور، لي بومبو هما الحلويات ولا داك الفاني داكور. لي بومبو هما لي فريانديز داكور. On offre les friandises fluffet, d'accord. Qu'on a trouvé les friandises et les bonbons fluffet, d'accord. Camarade, quand on dit mon camarade, mon ami, donc un ami, d'accord. Camarade, ami, mon camarade et mon ami, ça fait sadiqi, sadiqi, ou bien sadiq, sadiq ou ami, ça fait. Donc ami ou camarade, ce sont des synonymes. Ou une friandise ou bonbon, ce sont des synonymes. Ou gentil ou aimable, ce sont des synonymes. Donc, radin konou, j'ai obtenu la question, les khas, les synonymes. Synonymes. Ça fait? Nous chauffons maintenant la question 3 et la dernière. Remplace les mots en gras par des synonymes. Donc, la phrase Sarah est contente. Elle a acheté une jolie robe. Sarah Ferhana. Chiret, Wahd le Sahel et Yawar. Zouine. Donc, je vais dire que je vais dire que je vais dire les mots en gras, les mots en sata. Je vais dire les synonymes. Je vais dire les mots de fait. C'est bien. غادي نكتب بعدا سارة اي سارة اي كونتونت. كونتونت يعني المرادف ديال كونتونت هي اوغوز، اوغوز فرحانة داكوغ، اوغوز. اها ايلا اشتي، ايلا اشتي اون. دونك جولي باش غنعوضها، باش ممكن نعوضها، نعوضها بل. شرات واحد لا روب بيل ولا واحد لا روب اللي هي جولي داكور. اون بيل روب، اون بيل روب هي اون جولي روب صافي. دونك كونتونت سينونيم ديالها هو اوغوز، جوج بيهم فيمينا ت ز كونتونت اوغوز. وهنا عندنا جولي هي belle, d'accord. Je vais en des synonymes, d'accord. Je vais en des synonymes. Donc وبهذا غادي نكون كملت الفرض ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. باقين مجموعه من الفروض ان شاء الله، تابعوا القناه وما يكون غير الخير ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.